الزمالك، الكرات الثابته بتوصل عدد كتير من لعيبه الزمالك العاليه فوق. اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء هو رزاق، هو رزاق يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا لئيم، اي والله الولد لئيم يا فتاح يا عليم. منطقه الجزاء تلعب دور، واخيرا يجي على رزاق الدور ليسجل ثاني اهدافه هذا الموسم، وبضربه راس وارتقاء من داخل منطقه الجزاء يتقدم باول اهداف اللقاء. احمد سمير عنده وقت، الكره هربت منه، عمل دوران حوالين نفسه وعمل ضربه راس جميله جميله جميله. ادي على طول رزاق، استلام جميل جدا هتاخد مع محمد ابراهيم الى رزاق، يعدي ويمر ويفوت ويشوط والتاني. نعم نعم عملها رزاق، مش قلت لكم يا فتاح يا عليم يا ولد يا رزاق يا لئيم. بينما هنا في مصر اكيد اصبح يجيد العربيه، شوف رزاق، شوف قوته، شوف سيطرته، شوف هيمنته. 2-0 للزمالك على الاتحاد السكندري. يا سلام يا محمد ابراهيم، يا سلام يا محمد ابراهيم، عمل مسانده جميله. رزاق عمرو شيكابالا على طول بلمسه واحده، رزاق يا سلام، جول جول يا سلام. واضحه جدا جدا ان هي وهي طالعه، يعني دفاع، بص حضراتكم كره سريعه، هي دي اللي تنفع مع الناس دي. على طول شيكابالا راح لعيبه على طول، بصوا بقى هنا سذاجه دفاعيه وبعدين سذاجه من حارس المرمى وكفاءه من رزاق. بصوا تمريره تطلع فوق وتنزل يمسك الهواء الافندي، انما رزاق عمل فيها مجهود حلو قوي قوي. عبد الشافي تاني، حلوه 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 لعبها، لحط جسمه عبد الشافي، حط جسمه تتصلح، هوبا جول جول رزاق، رزاق يحطها، حلوه حلوه حلوه. سلم على كابتن اسماعيل، شوف اتحرك لها ازاي. ادي عبد الشافي بقى، قيمه عبد الشافي في الحاجات دي، لما حط جسمه خلاص على طول رزاق يحطها في الضيقه على يمين مهدي سليمان ورزاق اوميتيوسي. كنا بنتساءل على الافارقه، بنقول اهلي وزمالك. هتتلعب الركنيه شيكابالا، وادي اوه اوه جول جول رزاق، جات له الهديه وقبل الراجل الهديه على طول تيجي من الدفاع. لما تقول ما تقوليش بقى الدنيا بتتقفل، وايه اهي ضربت في القائم، جت من لعيب لاثنين لرزاق الثالث، يعني من لعيب رقم 6 وائل اسماعيل الاول، هنشوف ضربت في مين اهي، في رقم 2 بعد كده وتيجي الرزاق. حسن بيصرخ من بره بيقول له معاه، عايز الضغط يفضل موجود، اتخطفت، ياخدها مرغني وماشيه، ماشي الفرصه لشيكابالا، شيكابالا شيكابالا، بيقرب بيقرب بيقرب، هوبا جول جول. دقيقه يعني كان هيصفر فاول، شاف ان فيها الهجمه والفرصه الاكيده للزمالك. احمد الشناوي تقدم الخطوتين، ما تقوليش مباراه سهله ومباراه صعبه، ولذلك كله بيسعى. يا سلام يا رزاق، سبق هيلعب بالعرض، طالع له جعفر، هوبا جول جول. اول كره رزاق اتحرك وخد رضا جمعه اللي ما زلت بقول مش فت بنسبه 100%، وجعفر يطير من الوضع طائرا. يا سلام عليك يا رزاق يا احمد يا جعفر، ويسجل بعد ما سجل النهارده. يا سلام يا شافي، لما تشوف شافي عدى مشي بيبص، رزاق عايز يتعدل، اتعدل، هوبا يا مش ممكن يا في السوكه اهي، شوف عمل ازاي، يا في وقت صعب جدا مضغوط عليه، شوف ضربه فين، يا مالكش حظ يا ولد، خلاص خلاص انطلق وعرف الطريق وبدا نادي الزمالك، وعرضيه تحمل طابع الخطوره، رزاق والهدف جه، رزاق والهدف. 30 تشهد هدف التعادل لاحمد سمير، عدت ومفيش تسلل وموقفه صحيح 100%، ويسجل في الشباك، يتعادل الزمالك مع الاسماعيلي 1-1. 30 40 حاله وحالات خطيره، لكن في النهايه مفيش حتى ان شاء الله باذن الله ما يكونش في وفيات باذن الله. لكن المعنى ما زال يعني على الحياد، ما بيعملش حاجه، الامن واقف في مجموعة. خطر جدا مؤمن زكريا، لعبها على الارض، حلوه حلوه الرزاق، مفيش رايه، ورزاق لو لعب بالعرض، يا سلام يا كريم، وقفوا تاني الرزاق، هوبا لاحمد حسن، واحمد حسن يرجع ورا لشيكا، شيكا حلو، تحرك تحرك هايل، جات له تاني، بص على احمد حسن من ظهره هنا، كان مكمل حقيقه عمر جابر، انها بدايتها احمد توفيق برضه اللي بقول لحضراتكم من انشط لعيبه الزمالك، وقفت هنا تحت رجل ايمن سعيد لرزاق تاني، لاحمد حسن لشيكا، فكر يلعبها على طول وسجل الجول الثاني، جول الترجيح
مباراه المصري. اقول لحضراتكم هما بيلعبوا كره كويسه تنقصهم بعض الخبرات. رزاق عدى وفات وخد الفوز. فيها الاعاقه والتدخل قريب تامر عثمان وده الجمهور بيقول شيكا شيكا الجمهور الجميل طبعا. ايضا اسلام عوض جالس على مقاعد حرك له شافي هنا ولعبها حلوه حلوه. شوف حاططها فين لرزاق. لو اتعدل لو اتعدل خطر لو اتعدل خطر. هيستنى عبد الشافي ولا يتخلص. عدى وفات. اوه محمد ابراهيم كده. ومحمد ابراهيم انما شوف الباصه باصه ساحره مفيش تسلل مغطى اهو الراجل محمد سعيد رقم خمسه. رزاق عدى وفات يا ولد. سحبها ازاي من تحت رجله وبص رفع عينه محمد ابراهيم مستعجل مستعجل. محمد ابراهيم لو باصص وهادي واخد نفسه كانه بيسدد ضربه جزاء اهي من عند كانوا الحقيقه الاثنين بيعزفوا سيمفونيه. انما تقول لي شيكابالا لوحده مشكله. رزاق رايح تاني بوشه خطر خطر ضغط. اوه وادي على طول اهي اشترك طمعه في الكوره كوره مشتركه طمع. او الهدف الاول في مرمى المصري حلوه. رزاق احلى جعفر جعفر. اوه يا راجل في السماء حوار. شوف جعفر وشوف رزاق حطها له فين في المكان المثالي. ما تتحطش يا جعفر احسن من كده. تاني رزاق يحاول القلش خطره خطره. يا سلام يا سعيد هايل محمد يا سعيد اهو ما بيهنيش الدفاع ولازم الفرود يبقى كده. شوف توقع الخطا وشاط صاروخ والله كانت رايحه. 25 شاف يلعب عرضيه خطره. رزاق رزاق يا رزاق لكن تعلى فوق العارضه وياخد ضربه المرمى. فريق الداخليه مش محظوظ الداخليه في الكورتين في انفراد ايزاك. شوف طالع راكب القوه هنا الافريقيه رغم انه مش طويل. خلي بال حضراتكم سمير عبى على طول لرزاق لو باص واتعدل عايز ينطلق. عدى وفات وعرقله عرقله وتدخل عبد العزيز محمود عثمان. شوفها تاني ادي برضو التدخل القوي لكنه اكتفى بالفاول برايت. لكن الكرة ماشية وعندك زمايل قدام حط اوبا رزاق تاني ملعوبة طويلة كرة عبد الواحد لو عدت لو عدت. اوه رزاق رزاق يعدي هيقف على كورته لسه يستنى يلقطها بسن الجزمة وترجع ورا مرغني ومرغني لشيكا يلعبها لمرغني. عدى عدى وفات. مش ممكن يا مرد بقى في وضعية انفراد. شوفوا حضراتكم يا رزاق خلق الفرصة دي اهو مد يا دوبك بوز الجزمة كده وخد الكرة ووقف بذكاء ما استعجلش استنى لما جاله مرغني. شوف شيكابالا بقى واللمحات الحلوه بقول لك لما شيكابالا ادي شيكابالا يعمل واحده اماميه رزاق. رزاق عنده الانطلاقه سريعه عنده المهاره ممكن يعدي عايز يعدي يعدي عبد الشافي يعمل تمريره بينيه. رزاق تخلص من واحد ينطلق لكن رجع مره ثانيه عملها عرضيه تخلص بس اتحرك عرضي لو اتحرك طولي يضرب واحد او اثنين عرضيه داخل المنطقه ضربه الرو قويه جدا يا دوبك التقط خبره كبيره وجه بس رزاق عايز يفوت. رزاق بسرعته صراع افريقي بين رزاق وماتيوس البنيني وويليام منساء الغاني لعبها بعرض الملعب لكن خد الراجل في ظهره ولعبها حلوه لرزاق. يا سلام يا عفو المناسبه ويحافظ لفرقته على المكسب. اعتقد عاد بالصوره دي عبد الواحد السيد يتصدر الهدف باقتدار صبر رحيل جعفر يشيلها حلوه حلوه. رزاق مش متسلل هوبا يا ولد يا لعيب. رزاق بيقول لي ما تزعلش يا عم اهو لف وسط ودار واطلق صاروخ. شوف مش متسلل لحظه لعب الكره اهو وبشماله صاروخ برافو. زيدوا خمس دقائق اضافهم الدولي حمدي شعبان جعفر رزاق 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 لف ودار واستنى المسانده من توفيق. توفيق بيبص على سمير اللي مال للدفاع اكتر. الشوط الثاني رحيل على الارض حلوه عايز يشغل رزاق بسرعته لو عدى. يا سلام يا ولد قطم بيها لجوه يلعبها لورا حلوه حلوه ميدو تاني تتلعب يطلع ديفنس الزمالك احمد توفيق. رزاق يحاول حظا على كورته كويس قوي رزاق وخد الفوز بذكاء بذكاء. بتروجيت مهدي سليمان سلام الشاطر شريف حازم محمد يونس اسامه محمد سوره احمد احمد شعبان احمد الساعي قاعده الهجوم كمال علي خلف رسائل حق الرهان برضو للكابتن حسن شحاته على الجبهات. عمر جابر ممكن شيكابالا يكون قدامه لانه بطبيعه شيكابالا بيروح ناحيه اليمين. رزاق يسند يستنى عبد الشافي تاني تتلعب قلت لحضراتكم هيبقى في خطوره. رزاق لو عدى بسرعته يحاول يسبق جنبه شيكابالا جنبه شيكابالا
يلعبها لشيكا من هناك. وسعوا بقى ايه، ادي التمريره الحلوه وادي رزاق واول كوره فيها تعاون من شيكابالا، لانه بيجمع ما بين حاجتين، لعيب مهاري يقدر يعدي ومع لعيب يقدر يمرر زي ما حضرتك شايفين كده، ولعيب بيشوت كمان عنده المهارات كلها. وسط الملعب ظبطه بيعمل شغل كويس قوي، رزاق على صدره وصعب قوي، كرة سريعة جول، أي كرة سريعة جول، أي كرة سريعة جول. أدي رزاق يلم، رزاق يلم، رزاق مندومه، رزاق يلم وماشي، رزاق وعرضية هناك لجعفر، إنما ما يلعبهاش جعفر. هم أفضل من ناحية الانتشار ومن ناحية التسليم والتسلل. و17 دقيقة من زمن الشوط الثاني، والزمالك واحد ويانج أفتن لا شيء، رايح منه للجون أهو، وكان فرصته 100%، هو بيعتبره كده أهو، كان رايح وخده واحدة من الخلف كده، أحمد حسن مكان إبراهيم صلاح وأحمد جعفر مكان ميدو، ثلاث تغييرات. وآدي حازم زنق نفسه و يلعبها عرضية هناك حلوة 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 يا خان، يا بصهم مش ممكن، الحارس والخط الضاري بتاعه لقطة، بصهم اتلعبت الكورة، وبصهم رايح فين الراجل ده على طول، لنور لرزاق، رزاق وسوماليا على سيد الرزاق. كل ما تجيب مستمرة في تشجيعه رغم الغياب عن البطولات، بتمني النفس برامي اللي ليه دور كبير في هذا اللقاء، لعبها حلوة لرزاق تاني، لو عدى لو عدى، عايز يفوت عايز يفوت، عدى وفوت، يقع تترد تاني، شافي شافي. لازم بقى نحيي الناس، مدير انتاج عمرو عرابي وعصام عصران ومحمد فهمي ورئيس تحرير ابو الوفا الخطيب، واعداد نوع عباس ومحمد يحيى ومخرجنا محمد نصر، ايضا مدير انتاج محمد